وصلنا لاوس الحمد لله سبحانه وتعالى. احنا في العاصمه اللوسيه فينتيان زي ما انتم شايفين، دي محطه الاتوبيس العاديه اللي هي الرئيسيه هنا في لاوس في فينتيان في العاصمه. زي ما انتم شايفين الفقر يعني فظيع. احنا كده في مفيش تكاسي عندهم، مفيش اطوره. احنا مع شويه مع ناس اصدقائنا من بلاد ثانيه بيلفوا العالم، من امريكا، من اسبانيا، من بلاد كتيرة قوي 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 قوي. هنا مفيش تكاسي، مفيش بطوله، ما عندهمش لسه الاختراعات دي خالص. شايفين البلد يعني، البلد يعني فقيره جدا جدا جدا. جمهوريه لاوس الشعبيه او ذا بيبلز ريبابليك اوف لاوس. هنا ده التاكسي اللي احنا راكبين فيه، ده تاكسي يعني عشان الناس تبقى عارفه. كله يعني كل الناس هتلاقيهم حوالينا كلهم يعني ان هم خلاص بقى يعني عرفوا سايبين اهلهم وسايبين حاجاتهم ويلفوا حوالين العالم وكده. شعور جميل جدا انك انتوا تكونوا معانا في حاجه زي كده واحنا قاعدين. تبقوا عارفين احنا بنتعب قد ايه، بتبقوا عارفين احنا بنسافر ازاي. الموضوع انه مش سهل خالص خالص يعني. ده يمكن راجل غني اللي ماشي هنا بالعربي بالموتوسيكل ده. معانا هنشوف حاجات كتير قوي 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 ان شاء الله. يا كده نجيب كل الناس اللي معانا في العربيه نشوف اشكالهم. نشوفكم على خير ان شاء الله بقى بعد ما نروح هنشوف هنسكن فين في البلد دي. حجاجوفيتش من لاوس، ربنا يوفقنا.